Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ridhan bi qadaihi wa tasliman li amrih. Bismillahir Rahmanir Rahim. اللهم أعز بالفجرة الذين شعكوا رسولك وحاربوا أولياءك وعبدك غيرك واستحلوا محارمك والعن القعدة والأتباع ومن كان منهم فخبا وعوزا معهم أو راضيا بفعلهم لعنا كثيرا اللهم وعجل فرج آل محمد واجعل صلواتك عليه وعليهم واستنقذهم من عيد المنافقين المذلين والكفرة الجاهدين وافتح لهم فتحا يسيرا وآت لهم روحا وفرجا قريبا واجعل لهم من لدنك على عدوك وعدوهم سلطانا نثيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا كثيرا من الأمة نعسبة المحتفظين من العمة وكفرت بالكلمة وأكفت على الحادة الذلمة وحجرت الكتاب والسنة وعدلت عن الحبلين الذي أمرت بطاعتهما وتمسك بهما فعاماتت الحق وحادت عن القصد وملاءت الأحزاب وحرفت الكتاب وكفرت بالحق لما جاءها وتمسكت بالباطل لما اعترزها وزيعت حقك وعزلت خلقك وقتلت أولاد نبيك وخيارة عبادك وحملت علمك وورثه حكمتك وواهيك اللهم فزلزل أقدام وعدائك وعداء رسولك وأهل بيت رسولك اللهم وأخرب ديارهم وافلل سلاحهم وخالف بين كلمتهم وفت في أضادهم وأوهن كيدهم واضربهم بسيفك القاطي وارمهم بهجرك الدامي وتمهم بالبلاء تما وكمهم بالعذاب كما وعذبهم عذابا نكرا وخذهم بالسنين والمسلات التي أهلكت بها عدائك إنك ذو النقمة من المجرمين اللهم إن سنتك ضائية وأحكامك معتلة وعترة نبيك في الأرض هائمة اللهم فعين الحق وأهله وأكمئ الباطل وأهله ومن علينا بالنجاة واهدنا إلى الإيمان وعجل فرجنا وانتمه بفرج أوليائك واجعلهم لنا عودا واجعلنا لهم وفدا
اللهم وأهلك من جعل يوم كتل ابن نبيك وخيارتك إيده واستحل بي فرجا ومرحا وخذ آخرهم كما أخذت أولهم وزعيف اللهم العذاب وتنكيل على ظالم أهل بيت نبيك وأحلك أشياءهم وقادتهم وأبرهماتهم وجماعتهم اللهم وزعف صلواتك ورحمتك وبركاتك على إطرة نبيك الإطرة الضائية الخائفة المستزلة وبكية من الشجرة الطيبة الزكية المباركة وعاد اللهم كلمتهم وأفلج حجتهم وأكشف البلاء واللواء وهنادس الباطل والعمى عنهم وثبت قلوب شيعتهم وحسبك على طاعتك وولايتهم ونصرتهم وموالتهم وعذبهم ونحهم الصبر على عذافك واجعلهم أياما مشهودا وأوقاتا محمودة مسعودة تعشق فيها فرجهم وتعجب فيها تمكينهم ونصرهم كما زمنت لأوليائك في كتابك المنزل فإنك قلت وقولك الحق وعد الله الذين آمنوا منكم وعملكم الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا اللهم فاكشف غمتهم يا من لا يملك كشف الضر إلا هو يا واحد يا أحد يا حي يا قيوم وأنا يا إلهي عبدك الخائف منك والراجع إليك السائل لك المقبل عليك العجيء إلى فنائك العالم بأنه لا ملجع منك إلا إليك اللهم فتقبل دعائي واسمع يا إلهي على نيتي ونجواي واجعلني ممن رزيت عمله وكبلت نسوكه ونجيته برحمتك إنك أنت اللذيذ الكريم اللهم وصل أولا وآخرا على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد وأكملي وأفزلي ما سليت وبركت وترحمت على أنبيائك ورسولك وملائكتك وحملة عرشك بلا إله إلا أنت اللهم لا تفرق بيني وبين محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم واجعلني يا مولاي من شيعتي محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وذريتهم الطاهرة المنتجبة وحبل التمسك بحبلهم والرضا بسبيلهم ولخضى بطريقتهم إنك جواد كريم.
يا من يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد أنت حكمت فلك الحمد محمودا مشكورا فعجل يا مولاي فرجهم وفرجنا بهم فإنك زمنت إزازهم بعد ذلة وتقصيرهم بعد الكلة وإظهارهم بعد الخمول يا أصدق الصادقين ويا أرحم الراحمين فأسألك يا إلهي وسيدي متزريا إليك بجودك وكرامك بسط عملي وتجاوز عني وكبولك لي لعملي وكثيره وزيادة في أيامي وتبليغ ذلك المشهد وأن تجعلني ممن يدعى فيجيب إلى طاعتهم وموالتهم ونصرهم وتريني ذلك قريبا سريا في عافية إنك على كل شيء قدير أعوذ بك أن أكون من الذين لا يرجون أيامك فعذني يا إلهي برحمتك من زعلك.